We've seen decoders and encoders, which are very nice new circuits that can help us design, do very interesting designs. شفنا بالنسبة للإنكودر في نوع اسمه Priority Encoder شفناها مرة فاتت. اليوم أيضا بنحكي عن الديكودر فيه نوع والنوع هذا صراحة موجود حتى في الإنكودر بس أنا ما عندي سلايد له اللي هو يسموه Encoder with Enable أو Decoder with Enable. أغلب الدوائر اللي تشتروها من السوق يكون فيها pin اسمه Enable. So in general, attach an M enabling circuit to the output. So enable هذا إيش الفائدة حقه؟ إنه يفعل الدائرة أو يخليها غير مفعلة. زي البفر الدكتور. نعم. زي اللي في البفر. نعم شبيه بالبفر البفر exactly نفس الاسم حتى اسمه enable نعم فهو إذا enable zero يكون الأوتبوت دائما صفر ما يشتغل يكون غير مفعل مهما سويت ال A1 وال A0 مهما غيرت المعلومة القيم المدخلات ما يصير شيء في المخرجات. إذا الإنيبل واحد يبدأ شغال. يصير المخرجات حق الديكودر تعتمد على المدخلات. So يشتغل ديكودر عادي. إذا 00 يطلع D0 ينور، إذا 01 D1 ينور وهكذا. لكن إذا الإنيبل 0 خلاص يصير غير مفعل. مهما سويت في الـ A0 والـ A1 ما يشتغل. وطريقة الإنيبل كيف شغالة؟ Very simple, very basic. لأنه إيش نسوي؟ نسوي another هو أصلاً الديكودر العادي هو هذا فقط. فنضيف صف كامل حق AND gates ونجيب الإنيبل ونربطها معهم كلهم. فإيش يصير لما الإنيبل يكون صفر؟ يصير هنا داخل لكل الأند جيت. لا معلش دكتور بس يقول يطلع صفر يعني. نعم لأنه كل AND gate يدخله صفر هنا صح؟ فبالتالي لما تسوي صفر AND أي شيء ثاني يطلع صفر. صحيح. فبالتالي النتائج تقعد دائما صفر. هذا هو very basic يعني idea الفكرة بسيطة جدا. صحيح. ويصير الإنيبل هذا يعني يشتغل إنك زي تفعله أو ما تفعله. أوكي. So هذا ممكن نسويه في الإنكودر بايدر ونسويه في أي دائرة نسوي كده دائما نجي في الأخير ونحط AND gate ونشبك عليها AND enable وخلاص يصير الإنيبل هذا تفعيل وعدم تفعيل. So it's easy. Okay. So that's the story of enable. Yes, now انت ندخل في موضوع اللي هو decoder expansion. Now لما تروح السوق تشتري decoders بعض الأحيان انت لازم تقول له الحجم الديكودر. Decoders عندهم أرقام chips حق decoders معروفة. Decoder. think هو 138 chip حق decoder chip. Yeah. Seven four one three eight. هذا رقم حق الديكود. هذا رقم الشيب زي مثلاً الآن الرقم حقها seven four four zero zero. المهم حاجة كده. فرقم الديكود الشيب حق الديكودر هو 7438. When you buy it. seven four LS 138. دائما تلقى enable pins شفت في enable pins. تلقى ال VCC ال ground تلقى المدخلات حق ال input pins A0 A1 A2 والمخرجات اللي هي D0 لحد D6 أو D لحد D7 في وين D7 هنا. وتلقى بعض ال pins enable pins. دائما اشتري من السوق تلقى هكذا. لما تروح للسوق طبعا هذا الحجم ايش هذا عنده حجم هذا حجمه 3x8 3x8 في احجام مختلفه بعض الاحيان تروح للسوق تبغى انت حجم مختلف مثلا تبغى والله 4x16 بس ما تلقى فقط 2x4 ولا مثلا 3x8 ما تلقى 4x16 فطبعا مشكله صح لكن صحيح. الحاجه الكويسه انه لها حل It turns out إنه ممكن تشتري أنت chips صغيرة وتشبكها مع بعض وتبني decoder كبير. Yes, you can do that. هذه سموها decoder expansion. Decoder expansion. كيف اكتشفوا الشيء هذا؟ هو كالتالي. أنت لما تشوف
مثلاً الديكودر اللي هو هذا 3 by 8 احنا قلنا الديكودر 3 by 8 هو يطلع البين ترمز صحيح؟ صحيح يطلع من ترمز هذه مثلاً لو دخلنا C A B C B A يطلع لك من ترمز من C bar B bar A bar لحد C B A فأنت تلاحظها من ال من ال من البولين الجبرا أنت لو انتبهت للبولين الجبرا هذه لاحظ شيء هنا تلاحظ إنه في هنا سي بار مشتركة لو أنت انتبهت للجزء هذا نفس الدكتور الانبوت إذا كان 0004 ثم 1 بس اللهم هذا بالبار ودون أيوة أنا صحيح يا صح. نفسها صح الجزء هذا هو متكرر صح متكرر اللي هم هذا مع السي بار وهذا مع السي وان فاكت هذه وش هذه بي اي بي بار اي بار بي بار اي بي 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 اي بار بي اي مش من ترمز برضو من ترمز باستخدام بي اي اللي هم الاربع من ترمز من ترم 0 الى من ترم 4 صحيح مكرره صحيح صح هذا من ترم 0 وهذا من ترم 3 نفس الشيء مكرر من ترم 0 من ترم 3 اللهم هنا مع كلهم and C bar وهذا كلهم and C نفس الشيء لو نظرت للدائرة اللي هي التنفيذ حقتها فبالتالي هذا ايش اعطانا فكرة هذا لما نشوف لما شافوا المهندسين الشيء هذا جاتهم فكرة انه اوكي معناته أنا ممكن أشتري لو أنا لقيت في السوق اللي هما 2 decoders اللي هما 2 by 4 decoder فممكن أستخدم 2 by 4 decoder هذا أدخله BA عشان يطلع لي المين تيرمز اللي هم بي بار اي بار بي بار اي بي اي بار بي اي بعدين ايش اسوي اسوي هنا اربع اند جيتس ادخلهم هذا في الاربع اند جيتس اوكي وادخل عليهم سي بار شوف اسوي اند مع سي بار هنا هذه الاربعه الاولى ايوه فاسوي سي بار واجي هنا وادخلهم فانا الجزء الاول هذا حيطلع لي المين تيرمز اللي هم الأربعة هذا أطلعهم لي هنا بعدين أسوي نفس الأند جيتس هذا أسوي أربعة أخرين المرة هذه حسوي أند مع السي مع السي عفوا سويتها مع السي بار نفس الشيء واجيب ال اجيب هنا من ترم الاولاني والثاني
ثالث والرابع. سو خلاص ها نفذت الحين هذا الحين هذا الاربع اند جيتس الثانيين حيعطونا المين تيرمز هذا. خلاص هذا الحين ديكودر هذا ديكودر ايش 4 باي 16 صار 3 باي 8 ديكودر يا سلام. فانا نفذت الحين 3 باي 8 ديكودر باستخدام ما لقيت في السوق ما لقيته في السوق. رحت جبت ديكودر 2 باي 4 وجبت 2 تشيبس اند جيتس وبنيته من بالطريقه هذه من ديكودر صغير. وان فاكت هذا هو اللي تشوفه انت لو تشوف التصميم صحيح. هذا الموجود في نهايه الامر هذا هو يعني يشوف مكون من هذا 4 باي 2 ديكودر اللي هو جزء هذا وبعدين ربطناه مع مره مع A2 بار ومره مع A2. هذا A2 بار هنا طالع الاربع هذا وهنا A2 جاي للاربع هذا. لو انت تشوف حتى هذا حتى ال 2 باي 4 ديكودر نفسه هو مفكك الى ديكودر الصغار. شوف هذا ديكودر تذكروا قلنا شفنا هذا الديكودر الصغير اللي هو 1 باي 2 فهذا 1 باي 2 ديكودر. شوف في اثنين 1 باي 2 ديكودرز ومشبوكين هنا باند جيتس. فنفس الشيء مره مع اي 1 بار داخله هنا اي 1 بار معهم الاثنين مع نتيجه الديكودر هذا وهذا مع اي 2 مع اي 1 عفوا. شوف A2 بار طالع هنا للاثنين هذا A2 بار في بعدين A1 للاثنين هذا فنفس الحركة قسمنا هذا إلى 2 إلى ديكودر 1 by 2 ديكودر وبعدين سوينا الـ A1 سوينا له نوت 2 gates بنوت و 2 gates A1 عادي. فحتى 2 by 4 ديكودر أيضا مقسم إلى نقدر نقسمه. معناته انه الديكودرز مكونه يعني الديكودرز الكبار هي مكونه من ديكودر الصغار. فسبحان الله سو وي كان اكسباند الديكودر نبدا من ديكودر صغير ونكبر نبدا 1 باي 2 بعدين نبني 4 باي 2 بعدين نبني 3 باي 4 باي 8 وبعدين 4 باي 6 وهكذا. نقدر نسوي نفس الحركه ونسوي 4 باي 6 ناخذ الديكودر هذا ونزيد انذر ناخذ 8 هذا ناخذ ناخذ 8 اند جيتس انا حنسوي ونسويها مرتين تصير 16 صح صحيح. بعدين حنزيد نزيد الانتري ما هو نبغى نسوي احنا 4 باي 6 ناو باي 16 ولا صحيح. فالاوتبوت صار 16 الحين 8 مع 8 والانبوت حنزيد الحين هم ثلاثه اي 0 اي 1 اي 2 حنزيد الرابع اي 3 نفس الشيء حنسوي نوت اوكي حنسوي نوت وحنجيبه ما ندخله مع الثمانية هذا الاولين الاولين وبعدين ناخذ الاي 2 3 وندخله مع ندخله مع الثمانية الثاني. فخلاص الحين سوينا الديكودر كل بساطة كده على طول يس وهكذا ونقعد نكبر 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 ما شاء الله. In fact, this is not the only way. In fact, that's not the only way. You can also build باستخدام يعني mini combinations. مثلا 3x8 3x8 decoder. You can build it with with two decoders بأصغر حجم. You can build it with one decoder 2 by 4 one decoder 1 by 2 ونشبكهم مع بعض. اوكي وي كان اولسو اذا كان سبوز نبغى بيلد ديكودر كبير يعني اللي شفناها سو فار انه دائما الديكودر الكبير نقسمه الى الديكودر الكبير اللي هو 4 by 16 نقسمه الى ديكودر يعني دائما هنا لو تشوف دائما عندنا ديكودر كبير
3 باي 8 وديكودر هذا 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 حقيقة حتى هو في حد ذاته ديكودر كم حجمه؟ اللي هو 1.2 1 باي 2 أحسنت 1 باي 2 ديكودر yes. فإحنا قاعدين نقسم يعني بعبارة أخرى نقسم 4 باي 16 استخدمنا ديكودر 3 باي 8 واحد 1 باي 2 اوكي سو ال 4 باي 4 باي 16 خلينا نصور انا ملخص هنا ال 4 باي 16 الكبير قسمناه الى 1 باي 2 واحد كبير 3 باي 3 باي 8 شبكناهم باند جيتس ال 3 باي 8 نفسه قسمناه الى 4 باي 2 وبرضه 1 باي 2 سو عفوا 2 باي 4 ديكودر 1 باي 2 وشبكناهم بان جيتس نفس الشيء 2 باي 4 قسمناه الى 1 باي 2 1 باي 2 2 1 باي 2 يا سلام فدائما يعني نشيل 1 باي 2 ونحط الباقي ديكودر يعني دائما نقسم 1 اوف ذا ديكودر 1 باي 2 والثاني whatever الباقي احنا كنا أربعة فلما نشيل واحد من الانبوت شوف يبقى ثلاثة بعدين الثلاثة نفسه شلنا واحد يبقى اثنين صحيح وهكذا لكن هذه مش الطريقة الوحيدة يعني يعني الحين احنا لو بدينا ب 7 by 128 اللي هي 2 to the power of 7 اللي هي 128 نشيل واحد فتصير 1 by 2 واللي تحته حيصير 6 في كم؟ 64 بعدين نشيل واحد واللي تحته يصير 5 by 32 وهكذا لكن مش هذا التقسيم الوحيد يعني ممكن نقسم أيضا بطريقة تالية ممكن يكون عندنا نبغى ديكودر 128 7 by 28 فش نسوي بدل ما نشيل واحد ممكن نشيل اثنين أو ثلاثة يعني ممكن نشيل اثنين برضه 2 by 4 وش يبقى الديكودر اللي قبله إذا كان شلنا اثنين من السبعة يبقى الديكودر الثاني 5 by 32 ممكن نقسمه إلى ديكودر 5 by 32 وديكودر 2 by 4 المهم أنه الانبوت حق هذا 5 مع 2 يصير 7 دائما الانبوتس يكونوا المجموع هم يكونوا المجموع الانبوت يعني مجموع الانبوتس هذا يكون الانبوت الاوتو لو في الديكودر الكبير نفس الشيء ابو خمسة هذا نقدر نقسمها الى ديكودر 2 باي 4 وديكودر 3 باي 2 3 باي 8 دكتور الاوتبوت يصير حاصل ضرب 2 صح ايوه دائما 2 تو ذا باور 8 من 4 اللي هو يعطينا 32 نعم نعم الضرب حقهم نعم الاوتبوت نعم. يكون الضرب حق هذا من الاوتبوتس الاوتبوتس الصغار اضربهم يطلع الاوتبوت الكبير يا سلام ليش ليش بكل بساطه لانه عشان تبني ديكودر 7 في 28 باستخدام ديكودر مثلا 2 باي 4 او خلينا نشوف هذا الديكودر 5 باي 32 فحنسوي ديكودر 2 باي 4 وديكودر 2 باي 4 وديكودر 3 باي
Okay, so what we do is that the المدخلات تجمع. So المدخلات تجمع يعني هنا 3 المدخل هذا 3 مع 2. فإذا الديكودر الكبير اللي هو مدمج بينهم الاثنين هيكون حجمه 2 مع 3 المدخلات حقه 5. اوكي في 3 هنا وفي 2 5 توتال مدخلات. المخرجات حينضربون ليش؟ لأن احنا ايش نسوي في المخرجات؟ حنسوي AND gates هذا طلع 8 AND gates هذا طلع كم؟ طلع 4 4. فايش حنسوي؟ كل واحد فيهم كل اوتبوت من هذا بالنسبه لهذا يطلعون يعني كل واحد الاوتبوت الان حقه. فممكن لو صغرنا الان جيتس يكون افضل. مره صغر هتكون مصيبه. فكل واحد فيهم حيكون مربوط بهذا. بعدين حناخذ الأول سلك هنشبكه معه أول اثنين معهم كلهم. أوه. بعدين نفس الثمانية جيت هذا نعيدهم ثلاث مرات زيادة ولا نعم مع كل سلك. الحين حنستخدم السلك الثاني نعم معهم كلهم. وطبعا كل الاند جيتس هذا مربوطين في الثمانية هذا بس عشان كذا 4 و 8 اوكي احسنت. حط الضرب ليش يعني الثمانية هذا حنعيدهم كم مرة؟ حنعيدهم مرة 4 مرات 2 احسن 3 4 يعني في النهاية عدد الاوتبوتس حيكون 8 في 4 اللي هو 32. فهذاش لحجم ال... اذا حجم الديكودر حيكون 5 by 32. ف we can build we can take any decoders ونشبكهم مع بعض بالطريقه هذه. لازم نزيد صف حق اند جيتس ونبني ديكودر كبير. اي ديكودرز اعطيني اي ديكودرز نشبكهم بالطريقه هذه ويصير ديكودر كبير. واضحه العمليه؟ اي ديكودرز ما شاء الله اي حجم يعني in general لو أبغى أسويها in general أعطيني أي decoder. suppose عندك decoder أولاني حجمه عندك two decoders واحد حجمه مثلا n by 2 to the power of n هذا عام مدخلات n مخرجات 2 to the power of n و suppose هذا m by 2 to the power of m إذن لو دمجتهم حجم الديكودر الكبير حيكون ايش؟ n plus m المدخلات تجمع مضروبة في 2 to the power of n times 2 to the power of m. اوكي المخرجات
تضرب حجم طول لان عدد عدد المخرجات وهنا عدد المخرجات يضربوها في بعض 2 to the power of n times 2 to the power. دكتور ما اقدر اكتبها ايوه 2 to the power n plus m exactly. هذه قاعده رياضيه، قاعده رياضيه تقول انه لما يكون عندك باور كده 2 to the power of n و 2 to the power of m تقدر تجمع انت تصير النتيجه ايش 2 to the power of n plus m. yes اوكي فهذه قاعده عامه اي 2 decoders I can combine them like this ما عندك اي مشكله. طبعا لما تبغى تبني انت ديكودر كبير 7 by 2128 معناته عندك اكثر من حل. ممكن مثلا تشبك 2 decoders واحد يكون 1 في 2 والثاني يكون 6 في 64 هذا حل. او مثلا ممكن يكونوا الاحجام الديكود 2 في 4 والثاني يكون 5 في 32 او ممكن تختار 2 decoders 4 في 16 و3 في 8 فعندك many options. In fact عندي تقريبا 4 options. انت شو ايش لقيت في السوق روح للسوق وجيب اللي تلقى. صحيح. طبعا في طريقه ثانيه اذا عندك تيكت ديكودرز اللي هم اكثر الديكودرز زي ما قلنا في السوق في عندهم انيبل يكون عندهم انيبل. اذا في عندهم انيبل في طريقه اخرى ايضا انه ممكن اسوي ديكودر كبير باستخدام ديكودرز صغار. الفكره هي انه مثلا سبوز اي وان ادو ديكودر 5 باي 32 يكون مدخلاته 5 اي بي سي دي اي مخرجاته 32 وما لقيت في السوق الا 2 باي 4 ديكودرز. في طريقتين، في طريقه 2 باي 4 اقدر اسوي اشتري اثنين منهم واستعمل الانابيز واشتري اند جيتس لطف اند جيتس او اشتري هذا اثنين 2 باي 4 ديكودر و 3 باي 8 ديكودر واشتري اند جيتس. لازم اند جيتس صح. طريقتنا الأولانية تعلمناها فيها AND GATES أجيب 3 by 8 و 2 by 4 وأسوي AND GATES ولازم لازمني كم AND GATE 8 في 4 32 AND GATE لازم أشتري معاهم AND GATES فأشتري 2 decoders هذا معاهم 32 AND GATE. يعني طبعا إذا كان كل chip فيها 4 كم AND كم AND chip لازم أشتري 8 chips معهم 8 chips حقت اللي هي الان اي 7SLL4 عشان اسويها ولا ما تقدر تعمل صح صحيح. اف اذا كانت chips هذه الديكودرز فيها انيبل ما يحتاج تشتري ان بي اذا كان فيها انيبل اشتري 4 من هذا من 3 باي 4 3 باي 8 عفوا واشتري واحده من هذه 2 باي 4 وكيف اشبكهم؟ اشبكهم بطريقه ذكيه. ايش اسوي الحين؟ احطهم هذا كله مصفوفين كذا اللي هم 3 باي 8 فمخرجاتهم 8 مع 8 مع 8 مع 8 32 اللي هو ابغى انا 32 ابغى 5 باي 32 واخلي كل ديكودر يطلع لي من تيرمز جزء من من تيرمز هم عدد من تيرمز كم 32 من ام 0 عدد من terms هم من M0 إلى M31 من M0 إلى M31 فبقسم من terms هذا ما عليها فخلي هذا مثلا مسؤول عن المن term زيرو إلى من ترم 7 وخلي هذا من مسؤول عن من ترم 8 إلى من ترم 15 وهذا يكون مسؤول على من ترم 16 إلى من ترم 23
هذا من ترم 23 24 عفوا الى من ترم 31. بعدين ايش اسوي؟ استخدم الديكودر هذا عشان العب عليهم، اتحكم فيهم، اطفي يعني افعل واحد واطفي البقيه. افعل واحد واطفي البقيه. هذا لانه فكيف اخلي كذا انه اطفي واحد وافعل واحد والبقيه مطفين؟ من هذه اصلا الديكودر، الديكودر لو تتذكروا الديكودر، الديكودر كيف التروث تيبل حقه؟ شوف الديكودر هاو التروث تيبل حقه. هو اصلا الديكودر شغال كده. شوف دائما الديكودر الاوتبوت حقه دائما واحد بس، واحد ينور، نعم، والبقيه مطافيه. So that's the idea. Okay, let's use that idea. We're gonna try and so we ناخذ ال outputs حق ال decoder هذا ونربطهم ب enable بحيث كل واحد يأخذ أربعة. مثلاً كم كذا. ال output الأولاني نربطه بال enable هذا. Output الثاني enable هذا. وهنا ال output الثالث enable. ال output هذا enable. فبالطريقة هذه دائما واحد منهم يكون شغال مفعل والبقيه طافيه، لانه الديكودر هذا دائما هذا يشتغل كذا، عمره ما يشتغل انه يطلع لك تو اثنين مفعلين، دائما واحد بس مفعل، دائما واحد بس حيكون مفعل. فانا بنا طريقه، طب متى ابغى افعل هذا واطفي البقيه وافعل هذا واطفي البقيه متى؟ well, اول شيء ساعه ايش المين تيرمز اللي حيطلعوا هنا؟ المين تيرمز اللي حيطلعوا انت، خلينا نذكر البوليان الجبر حق الديكودر. الديكودر حيطلع من ترمز، من ترمز 0 حيكون شكله كيف حسب المدخلات هذه؟ حيكون A بار B بار C بار D بار E بار. بعد من ترم 1 حيكون A بار B بار C بار D بار E وهكذا دوليك لحد آخر من ترم 7 شكله كيف؟ A بار B بار C D E اللي هو 00111 7 نعم بند هذا يمشي 00000001 وهكذا 00010 وهكذا. فتلاحظ هنا شيء، تلاحظ شيء انه هنا كلهم مشتركين في المشترك هذا. نعم كود المنتجز هذا من الاولانيين مشتركين في الاي بار بي بار، هذا عام مشترك بينهم. معناته هذا الشيب هذا لازم ينفعل لما يكون عندي اي بار بي بار. is true. لازم يكون اي بار بي بار is true. والام 0 والام 7 هم المين تيرمز لما يعتمدون على السي والدي والاي. شوف لما يمشوا من المين تيرمز من 0 ل 7 حسب على C وD وD، من C بار D بار E بار إلى C D E. يعني هذا هو C بار D بار E بار إلى آخر من ترم اللي هو C D E. أوكي. وهنا الإنيبل لازم ندخل فيه A بار B بار، يعني لازم يكون متى يكون يفعل هذا؟ يفعل لما يكون عندي A بار B بار، لأنه البقية إحنا لو كملنا المين ترمز من ترم اللي هو اللي بعده اللي هو من ترم 8 كيف حيكون البت حقه 0 1 0 0 0 يعني A بار B C D E بار بار. ونعيد من اول المين ترم اللي بعده حيكون A بار B C بار D بار E وهكذا بلا 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 الى اخر واحد فيهم اللي هو من ترم 15 هو عبارة عن A بار B C D E اللي هو 0 1 1 1 1. فإذا إيش المشترك بينهم بالنسبة للتشيب الثانية؟ شوف A بار B A بار B
فيتفعل متى تفعل الشيب الثانية تفعل لما يكون عندك A بار B والأوتبوتس حقتهم نفس نفس الأوتبوتس يعني حيتغيروا على حسب C و D و E حيتغيروا من C بار D بار E بار إلى آخر واحد فيهم C D E okay. نفس الشيء من تيرمز يتغيروا يطلعوا على حسب C و D و E متى تفعل الشيب هذه A بار B بار لو كملنا المنتنس كلهم الحين خلاص فهمنا الباترن النمط واضح هذه حتكون حتفعل في الاي بي بار ونفس الشيء هنا المنتنس حيكونوا سي دي اي من بار 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 الى سي دي اي اوكي ونفس الشيء هنا الاي والبي على اي بي اخر اربعه اخر ثمانيه منتنس حيكونوا فيهم مشترك اي بي ونفس الشيء هم حيتغيروا هنا على حسب السي والدي والدي إذن المدخلات هنا كلها سي دي اي عشان يطلع لي هو يختلف على حسب السي والدي يطلع لي كود من تيرمز على حسب السي والدي وهذه من تيرمز اللي هم اي بي اي بار بي بار اي بار بي اي بي بار اي بي معناته ايش المدخلات هنا لازم تكون اي وبي اي وبي عشان يطلع لي المن تيرمز هذا هذا مش هذا من تيرمز على حسب الاي وبي على حسب اي بي هذا من تيرم 0 من تيرم 1 من تيرم 2 من تيرم 3 فاذا هنا لازم ادخل اي بي اوكي فهذه هي الفكره كيف اسويها طبعا انيبل هذه مش بك في الانيبل الخارجي مش بك في الانيبل هذه فبالتالي ايش يصير لما يكون الانيبل صفر هذا حيكون صفر حيطلع هنا كلها اصفار فيطفى الديكودر كامل كلهم طافين فيطلع صفر يطفى كله واو بالضبط اذا دائما فاذا كان نبغى نسوي ديكودر هذا من غير انت ما استخدمنا اي انت فقط كلها ديكودرز بس فيهم ايش فيهم انيبل يعني هذا من الفرق المهم يكون في انيبل هذا المهم هذا ما في انيبل ما نقدر نسوي كذا كل فيهم انيبل فبالإنيبل إيش نسوي؟ نقسم الإنبوتس إلى two parts. في عندك least significant input والmost significant input. Okay. least significant هم يروحوا في الديكودرز اللي تحت هنا اللي حيطلعوا برا الأوتبوت حقته. والmost significant هم اللي يدخلوا في الديكودر المتحكم هذا نسموه control decoder. هو ديكودر يتحكم في الديكودرز البقية يتحكم فيهم. فالمتحكم ندخل فيه الـ most significant bits هذا ممكن يدخلوا في المتحكم الـ least significant هم اللي يدخلوا هنا واضح؟ واضح والله لو جاك سؤال في امتحان زي كده يعني يفهم ما بإذن الله بس لازم أصير فنان عشان أيوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حركة مرة ذكية ذكية صح؟ فكرة حلوة بس ترى من ناحية الكوست هي نفس الكاستر لانه صحيح ما استخدمنا اند جيتس هنا كثير لكن استخدمنا اكثر من اكثر ديكودر صح لانه شوف هنا في الطريقه الاولانيه استخدمنا بس 2 ديكودرز واحد 3 باي 8 واحد 2 باي 4 واللطف اند جيتس صحيح عشان نعمل الانكودر الكبير هذا 5 باي 32 الديكودر الكبير هذا الطريقه هذه عشان نسوي 5 باي 32 نفس الديكودر استخدمنا 1 2 باي 4 لكن استخدمنا كم 4 صحيح 4 3 باي 8 فالكوست اعلى فالكوست اعلى يعني ما هو ببلاش يعني مش انه والله هذا ارخص واحسن اتس نوت كومبليتلي ترو طيب دكتور الطريق اول طريقه اخذناها برضو اتوقع عالي صح اعلى من الثنتين هذول كلها لا احنا اخذنا اثنين بس انا هي اول طريقه لا الاول اليوم ان اخذنا كلها اند 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 بدينا بس اللي هو 1 باي 2 بعدين بدينا اكسبانشن على اند جيتس بس هي نفس هذه لكن بدل ما يكونوا الحجمين 2 باي 4 و 3 باي 8 هنا نخليها 1 باي 2 ففي طريقه ثانيه هنا التقسيم هذا يعني there is many many ways to divide يعني مثلا نقسم ممكن نقسم 1 باي 2 وهنا يبقى كم 4 باي
16. فأنت التقسيم هنا إلى two decoders في حلول كثيرة. ممكن 1 by 2 4 by 16 أو ممكن 2 by 4 3 by 8. بالنسبة لهذا في حلين بس يا 2 by 4 3 by 8 أو 1 by 2 و 4 16. لكن لما تكبر الديكودر هذا ممكن يكون عندك أكثر من حل. لكن هذا الحل فيه فيه 2 decoders بأحجام مختلفة ميني ميني AND gates على حسب الأوتبوتس AND gates. الحل الثاني اللي هو هذا ما فيه AND gates أبدا. لكن لاحظ بدل ما يكون في 2 decoders بس واحد صغير واحد كبير so many. في ديكودر متحكم وفي 4 ديكودرز من نفس الحجم. ف 3 باي 8 هذا في منه 4، هنا في منه واحد بس هنا في 4، فهذا صحيح. حتى هو مكلف ما... يعني ما تقول انه هو ارخص ما... عشان ما في اند جيتس ولا شيء. ما هو صحيح سمح حقه حتى هو عالي، لكن طريقتين مختلفتين. Okay, so that's all about decoders and encoders. The next circuit that we're going to learn about is multiplexers. إحنا شفناها multiplexer شوية قبل. قلنا وشفناها لما سويناها بالدائرة هذه. تذكروا الدائرة هذه اللي كانت فيها buffer هنا اللي بنenable والbuffer الثاني. مربوطين في بعض. اي نعم. في عندك enable هنا او select line يتحكم في هذا النوت، يتحكم في هذا والمش نوت يتحكم في هذا. وهنا عندك الخيار الاول زيرو هذا الانبوت 1 هذا الاوتبوت. فاذا اس زيرو this هذه تنفذ ال if statement تقول if s is 0 then the output f is equal to input 0 else if s and if else if s is 1 the output f is equal to i1 and if. فهذه الدائرة تنفذ الـ if statement هذه، وهذه سميناها قلنا سميناها multiplexer. It's called multiplexer. It implements selecting to select. فmultiplexer هو هذه الدائرة. و again multiplexer يعني ممكن نرمز لها كchip. اوكي فيها خيارين I0 I1 وفيها مخرج اللي هو الاوتبوت وفيها select line S وعندها حجم فهذه نقول عليها multiplexer حجمها 2 by 1. التنفيذ حقها هذا التنفيذ باستخدام البفرز، لكن حقيقة تقدر تنفذها بand gates و or gates. So selecting of data or information is critical function in digital systems or computers in general. If statements هذه مهمة جدا. Circuits that perform selecting have a set of information inputs from which selection is made اللي هم inputs. A single output دائما single output هذه دائما one output. Okay. مش زي decoders and encoders الoutputs يكون عدد كبير. Mm-hmm. A set of control lines نسميهم selection lines for making selections. Larger circuits that perform selecting are called multiplexers. هذا الناس حاجة. Selecting can also be done using three-state buffers زي ما شفنا في الشابتر اللي فات. A multiplexer selects information from an input line and directs the information to the output. A typical multiplexer has n control inputs from Sn minus 1 to S0 called selection inputs. 2 to the power of n information inputs from I to the power of n minus 1 لحد I0 and 1 output. يعني هذا in general حجم الملتيبلكسر، فعنده أحجام مختلفة. ممكن يكون 2 by 1 ممكن يكون 4 by 1. لاحظ دائما input is a power of 2 power of 2 4 by 1 8 by 1 16 by 1 so ممكن أحجام مختلفة. الملتيبلكسر can be designed to have m information inputs with m less than 2 to the power of n as well as n inputs. But we can also design a multiplexer where المدخلات يكونوا ما هم power of n. It's not a power. We can do that.
So هذا multiplexer اللي هو يختار ما بين two inputs. كيف سويناها هذه؟ It's very easy. You just doing the design, طريقة الديزاين اللي سويناها اللي نسويها كالعادة. So هي إيش تبغى تسوي multiplexer؟ First of all يسوي truth, تسوي truth table. So عندي inputs عندي S input 1 هذه المدخلات input 0 المخرجات الواي ونسوي truth table بعدين نسوي Carnot map. I think we did it before, didn't we? ما أظن. لا كيف نسوينا؟ Okay, so هذا truth table فقط إنه بدل ما هذه هتكون I. So this is the truth table and we do two Carnot maps. فأنا نسوي Carnot map حق one Carnot حق ال Y with only one output. If we do the Carnot map very quickly, هنا S وهنا I1 I0. So 0 1 1 0 0 1 1 0 then 0 0 1 1 and if we try to do groups 8 ما في 4 ما في 2 في في هذا 2 في هذا 2 وفي هذا 2 وهذا ما هو ضروري هذا ضروري الأحمر والأخضر ضروري أوكي. فتطلع النتيجة إيش الواي تساوي الجروب الأحمر هذا حيعطينا S بار وهذا حيعطينا I0 or الجروب الأخضر هذا حيعطينا S S I1 I1 أوكي. So that's the equation اللي هي لما تسويها هذه تنفذها هاي شكلها. هنا عندك هذه S and I0. هنا S and I0. S bar. S bar and I0. وهنا S and I1. وبعدين OR بينهم. OR بينهم. So هذا تنفيذ أحد. في تنفيذ هذا في تنفيذ اللي هو بالتريستيت بفر. وقلنا أن التريستيت بفر هذا أرخص. قلنا أن هذا أرخص لأنه هذا فيه gates or هذا بس فيه translate buffers. Okay, thank you very much. We'll finish basically the story of welcome multiplexers next time. إن شاء الله. Any questions? شكرا لك.